هندرس النهارده ابلكيشن مهم جدا لللوجيكال بروبوزيشن، وهو الفاليد والانفاليد ارجومنتس. ازاي نحدد اذا كانت ارجومنت عندي فاليد او انفاليد؟ خلينا الاول نعرف يعني ايه ارجومنت. الارجومنت بتتكون من مجموعه من الهايبوثيسز او مجموعه من الفرضيات. الهايبوثيسز نمبر 1 الفرضيه الاولى، الهايبوثيسز نمبر 2 الفرضيه الثانيه، والهايبوثيسز نمبر 3، واي عدد من الفرضيات عندي لحد الفرضيه نمبر n. يبقى اذا بيكون عندي مجموعه من الفرضيات الهايبوثيسز، ساعات بنسميها هايبوثيسز وساعات بنسميها بريمسز. يعني ممكن نسميها هايبوثيسز، ممكن نسميها ايه، ممكن نسميها طبعا هيبوسس ست، ممكن نسميها ايه البريمسز بتاعتي. اخر هيبوسس او بريمس بنقفلها بسيمي كولون. اول ما تشوف السيمي كولون يبقى اللي جاي هو الكونكلوجن. يبقى اذا الارجمنت بتتكون من مجموعه من الهيبوسس او البريمسز زائد كونكلوجن. الهدف انا عايز اعرف فعلا اذا كانت الارجمنت بتاعتي فاليد ولا invalid. يعني ايه valid او invalid؟ يعني هل فعلا مجموعة الفرضيات اللي عندي تديني فعلا الكونكلوجن ده ولا لا؟ اذا كانت فعلا مجموعة الفرضيات اللي عندي تديني الكونكلوجن ده، بسمي الارجمنت بتاعتي valid. لو كانت مجموعة الهايبوثيسز او الفرضيات ما تدينيش الكونكلوجن ده، بنسميها invalid argument. ازاي نعرف اذا كانت عندي argument valid او invalid؟ اول حاجة بحول الargument بتاعتي الى logical proposition او compound logical proposition statements. بعدين بكون truth table للargument بتاعتي. truth table بتكون من premises set او hypothesis set والconclusion. وبعدين بحدد critical rows في التروث تيبل بتاعي. طب ازاي احدد الكريتيكال روز؟ الكريتيكال روز هي عباره عن الروز اللي فيها كل الهايبوثيسز ار ترو ات ذا سيم تايم. يعني اشوف الروز اللي هي ترو في الهايبوثيسز ست في نفس الوقت، ودي هتوضح بعد شويه باكزامبل. بعدين اقارن الكونكلوجن في الكريتيكال روز. بعدين اقارن الفاليوز بتاعه الكونكلوجن عند الكريتيكال روز. لو كلها بترو يبقى اذا الارجمنت دي فاليد. لو عندي قيمه واحده على الاقل فولس، يبقى اذا الارجمنت دي انفاليد. خلينا نشوف اكزامبل. بيقول لك سبوز ذا فولوينج ارجمنت. الفرضيه الاولى او الهايبوثيسز الاولى او البريمس الاولى، اول بيردز كان فلاي. الهايبوثيسز الثانيه، all airplanes can fly. All birds are airplanes. ايه المطلوب؟ حدد اذا كانت الارجمنت دي valid او invalid. طيب احنا قلنا يا شباب ان اخر hypothesis بتتقفل بسيمي كولون. يبقى اذا الستيتمنت الاولى والثانيه بتمثل لي مين؟ بتمثل لي الهايبوثيسز ست. والستيتمنت الاخيره بتمثل لي الكونكلوجن. عشان احدد اذا كانت الارجمنت دي valid او invalid، اول حاجه هعملها ان احولها الى مجموعه من البروبوزيشنز او الكومباوند بروبوزيشنز. ده نحول كل هايبوثيسز الى بروبوزيشن او كومباوند بروبوزيشن، ونحول الكونكلوجن الى بروبوزيشن او كومباوند بروبوزيشن. هنرمز للبيردز بي بي، وهنرمز لكام فلاي بي كيو، وهنرمز لاير بلانز بي ار. احنا عارفين يا شباب ان كلمة اول بنترجمها الى افزن. يبقى اذا دايما اول معناها افزن. يبقى هنستخدم ايه؟ هنستخدم الامبليكيشن. يبقى اذا الهايبوثيسز الاولى هنترجمها لايه يا شباب؟ all birds can fly all، يبقى معناها
implication. طب البيردز اللي هي مين؟ اللي هي البي. كان فلاي اللي هي مين؟ اللي هي الكيو. يبقى ده الكومباوند بروبوزيشن بتاع اول هايبوثيسز. طب تاني هايبوثيسز بقول all airplanes can fly. all يبقى if then يبقى implication. airplanes اللي هي مين؟ اللي هي الار. كان فلاي اللي هي مين؟ اللي هي الكيو. يبقى اذا ار امبلايز كيو. يبقى دي الكومباوند بروبوزيشن ل الهايبوثيسز نمبر 2. طب الكونكلوجن بيقول لك all birds all يعني if then يعني implication. birds اللي هي مين؟ اللي هي البي. ار airplanes يبقى بي امبلايز ار. اذا دي الكومباوند بروبوزيشنز للارجيومنت اللي عندي. طيب ايه الهدف؟ عايزين نحدد اذا كانت الارجيومنت دي valid او invalid. عشان اتشيك هل الارجيومنت اللي عندي دي valid او invalid يبقى هبدا اعمل truth table. طبعا يا شباب هنا عندي كام بروبوزيشن؟ عندي 3 بروبوزيشنز، البي والكيو والار. يبقى هعمل تيبل من 3 بروبوزيشنز، وبالتالي هيكون عندي كام رو يا شباب في التروث تيبل بتاعي. طب احنا عارفين ان عدد الروز هو عباره عن 2 باور عدد البروبوزيشنز. طب عدد البروبوزيشنز هنا كام؟ 1 2 3. يبقى 2 باور 3 بكام؟ ب 8. يبقى عندي التروث تيبل فيه 8 روز. يكون التروث تيبل بتاعي بالشكل ده. عندي اول رو بي ترو 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 فولس و ترو فولس ترو و ترو فولس فولس و فولس ترو ترو و فولس ترو فولس و فولس فولس ترو و فولس فولس فولس. اذا دول كام رو شباب؟ 8 روز. وابدا اخد الهايبوثيسز اللي عندي الاولى واحطها في كولوم، والهايبوثيسز الثانيه احطها في كولوم، والكونكلوجن احطه في الكولوم نمبر 3. يبقى اذا عندي الكولوم الاول والثاني ده الهايبوثيسز ست، وده اللي هو مين يا شباب؟ ده اللي هو الكونكلوجن. طيب خلينا نشوف اول قيمه بي امبلايز كيو. بي امبلايز كيو يبقى ترو امبلايز ترو بترو. ترو امبلايز ترو بترو. ترو امبلايز فولس بي فولس. ترو امبلايز فولس false. false implies true. true. false implies true. be true. false implies false. be true. we false implies false. be true. بعدين هشوف التروث values للهايبوثيسيس الثانية. r implies q. اذا true implies true بtrue. false implies true بtrue. true implies false. false. false implies false بtrue. true implies true بtrue. false implies true بtrue. true implies false. false. false implies false بtrue. بعدين هشوف truth values بتاعت conclusion. انا عندي conclusion هنا b implies r. يبقى اذا true implies true بtrue. true implies false بfalse.
ترو امبرايز ترو 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 امبرايز فولس بفولس فولس امبرايز ترو ترو فولس امبرايز فولس ترو فولس امبرايز ترو بترو فولس امبلايز فولس بترو. هبدأ أحدد الكريتيكال روز. طب إيه هي الكريتيكال روز يا شباب؟ الكريتيكال روز هي الروز اللي بتكون فيها كل الهايبوثيسز بترو. يبقى إذن ده كريتيكال رو عندي، وده عندي كريتيكال رو، ده عندي كريتيكال رو، ده عندي كريتيكال رو، وده عندي كريتيكال رو. بعد ما حددت الكريتيكال رو اشوف هل الكونكلوجن عند الكريتيكال رو بترو عند كل القيم ولا، لو لقيت قيمه واحده بفولس يبقى الارجمنت بتاعتي انفاليد. طيب هنا عندي كريتيكال رو الاول قيمه بترو، الكريتيكال رو الثاني القيمه هنا بفولس. طالما هنا عندي قيمه فولس للكونكلوجن عند كريتيكال رو حتى لو واحد فقط، يبقى اذا الارجمنت دي انفاليد ارجمنت. خلينا نشوف اكزامبل كمان تشيك اذا كانت الارجمنت اللي عندي دي فاليد ولا انفاليد. هبدا احدد البريميسز او الهايبوثيسيس سيت والكونكلوجن. طب عندي سيمي كولون فين يا شباب؟ ادي السيمي كولون، يبقى اذا دي الهايبوثيسيس سيت او البريمس سيت، وده عندي الكونكلوجن. يبقى هبدا اكون ترو ستيبل من كام بروبوزيشن شباب؟ عندي هنا بي وكيو وار. يبقى اذا هكون ترو ستيبل من 3 بروبوزيشنز، يبقى عندي 8 كولومز. وهعمل كولوم للهايبوثيسيس الاولى وكولوم للهايبوثيسيس الثانيه وكولوم للكونكلوجن. يبقى اذا الترو ستيبل بتاعي هيكون بالشكل ده. يبقى اذا الكولوم ده بيمثل لي الهايبوثيسز الاولى، والكولوم ده بيمثل لي الهايبوثيسز الثانيه، وده اللي هو مين يا شباب؟ ده اللي هو الكونكلوجن. عندي هنا بي اور كيو ار اور ار، يبقى اذا ترو اور ترو اور ترو بترو ترو or true or false be true true or false or true be true true or false or false be true false or true or true be true false or true or false be true false or false or true be true false or false be false. خلينا نشوف الهايبوثيسز التانية. عندي negation r، إذن negation true be false، negation false be true، negation true be false، negation false be true، negation true false، negation false be true، negation true false، negation false be true. عندي بعد كده be الconclusion B or Q، يبقى إذن true or true بترو، true or true بترو، true or false بترو، true or false بترو، false or true بترو، false or true
true false or false 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 or false false. هبدأ أحدد الكريتيكال روز. إيه هي الكريتيكال روز؟ هي الروز اللي فيها الهايبوثيسز بترو. يبقى إذن ده كريتيكال رو وده كريتيكال رو وده كريتيكال رو. طيب هبدأ أشوف الكونكلوجن عند الكريتيكال روز. هل هنا قيمة الكونكلوجن بترو؟ بترو. هل هنا قيمة الكونكلوجن بترو؟ بترو. هل هنا قيمة الكونكلوجن بترو؟ بترو. يبقى إذا عند كل الكريتيكال روز الكونكلوجن عندي بترو. إذا الأرجيومنت بتاعتي هنا valid argument.